أعرف نفسك، أعرف نفسك، أعرف نفسك. نفس لنخوض في أعماق النفس البشرية، يجعل الغضب من النفس نفسا محترقة قد لا تستطيع كل مياه الدنيا أن تطفئها. نفس، تعالوا بنا، تعالوا بنا لنعرف خطوات بسيطة كيف نستطيع أن نتعلم إدارة الذات. نفس، لنعرف أكثر عن تلك النفس التي بين جنباتنا. نفس، تبقى مريضة أوعك من تديها طريقة. يلا تعالوا نشوف الحاصل. يعتبر الخوف إحساسا طبيعيا ما دام في إطار منطقي تولد بناء على وجود مخاطر يشعر الإنسان بأنها تحدق أو تقترب منه. ولو آمنت بكسلك وعدم قدرتك على أن تتحرك شبراً واحداً فلن تتحرك. نفس، هتفت بك الأشواق يا باغيها، أخفيتها دهراً، فهل تبديها في كل حرف من حديثك آهة يدعوك في ليل الأسى داعيها؟ النفس البشرية تجارب وأبحاث، دراسات علمية، حقائق وصل إليها العلماء. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولربما كلمة تشجيع وتحفيز منك لنفسك أو لغيرك أو لصغيرك بلغت به العلا، ولربما كانت رصيدا في أجرك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري، فأثقلت بذلك الميزان وكنت من الرابحين. أعرف نفسك وخلي علاقتك بل جواها علاقة عميقة، عزز طرق الخير فيها واكتب في تعزيز وثيقة. ووعد خلي الشر يتمكن منها وارسم لها طريقة. نفس، برنامج نحاول فيه أن نسبر أغوار النفس البشرية، نفهمها، نفسرها، نحاول أن نضبطها وأن نتنبأ بما ستكون عليه. نفس، نلتقيكم قريبا. نفسك وخلي علاقتك بل جواها علاقة عميقة. أعرف نفسك.